فضيلة إمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، يمكن ما من قضية أثارت جدلا، واسمح لي أن أستعير هذا أو هذه الكلمات من كتاب لحضرتك، بتقول فيه ما من قضية أثارت جدلا بين الناس مثل قضية القضاء والقدر. مش بين الناس، بين العلماء. ومن الأسف أنهم لم يلتقوا فيها على شيء، لأن فاتهم شيء واحد، كلمة قضاء وقدر. مش كده؟ الواو تقتضي المغايرة، لما تجيب الواو بين اثنين يبقى ده غير ده، ولا تجيب الواو بين شيء واحد بين اثنين، لا قضاء، ويبقى القضاء غير القدر. خلاص، وان كان مفهومه من الاخر يبقى واحد. ليه بقى؟ القضاء هو ما يقضيه الله ولا دخل لك فيه. تمام. قضى ان امرض، تمام، قضى ان اموت، خلاص ما حدش بدخل فيه. انما قدر سايب لك الاختيار، انما هو عارف انت هتعمل ايه. هل هذا الاختيار اختيار مطلق ام محدد؟ لا، مطلق. وخلق كده اهيجار ايدك اهي، خلق ولا يا يد طوع مراد صاحبك، اضربي به واحد قلم ما تحصلش، طبطبي على واحد كده وخدي بايده من الطريق. يا لسان انت طوع مراد صاحبك، إن شاء قال لا إله إلا الله، وإن شاء قال لا مفيش إله خالص، في دي طوعك وفي دي طوعك، يبقى أنت محاسب فيما تختار فيه. تمام، خلاص، تمام. لكن اللي أنت اخترته الآن أغاب عن الله أزلا؟ لا طبعا، يبقى معروف. معروف، يبقى حيقع ولا ما يقعش؟ حيقع، بس حيقع باختيارك ولا من غير اختيارك؟ باختيارك، بس أدي القدر. زي ما تقول انا قدرت ان فلان ده يسقط، انت قدرت بعلمك، ويمكن يجي الواحد بالليل يقول له خد هذا السؤال ايه غششه وينجح، يبقى قدرك انت اللي غلطان، علمك اللي ناقص، انما ربنا علمه مش ناقص. يقول انا اديت لعبدي الاختيار، انما عارف هو هيعمل ايه، يبقى ده القدر. انما القضاء عملت حاجه ما فيش فيها رد. فضيله الامام محمد متولي الشعراوي، هذا الاختيار للانسان هل هو اختيار مطلق؟ مطلق. اما قلت مختار، خلاص انت جيت لابنك اديته جنيه، قلت له الجنيه ده ليك هنا مني، وانزل السوق اللي تجيه وانت حر، تصرف فيه زي ما انت عايز، بس اسمع بقى، ان جبت بيه حاجه كويسه ابقى اديك مصروف كتير وامنك، ان جبت بيه حاجة وحشة ورق الكوتشينة عملت بقمار عملت بيها ما عندش هتجيب واحرمك. هو لما راح السوق انت وياه؟ لا، هو اللي اختار، هو اللي اختار. تمام. انما اختيار من عنده ولا بكونك اديته الاختيار؟ انا اديته الاختيار، ربنا ادانا اختيار، وقال لنا من شاء فليؤمن به ومن شاء فليكفر، عشان يشوف مين اللي هيجي له طواعية، والا يقدر يجيب الكل اللي هو مؤمن به، ولا حد يقدر يتكلم. مش كده ولا لا؟ تمام. يبقى ده اسمه الاختيار، الاختيار مطلق. 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 تعمل او ما تعملش، ولذلك التكليف لا ياتي الا في امر له بدائل. بس. طب ايه راي حضرتك في الايه بسم الله الرحمن الرحيم، فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طب ما هو هذا ولا ما هذاش؟ ما معنى الهدايه؟ الهدايه الدلاله على طريق الخير. وهل ما دلش الناس كلها على طريق الخير؟ دل الناس خلاص، انما واحد صدق وواحد ما صدقوش، اللي صدقوا امن بيه واللي ما صدقوش كفر. انما هذا الكل ولا لا؟ هذا الكل. اقرا القران بقى. اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هدتهم واهتدوا. شوف كلامي، دول الثانيين ما سمعوش الكلام. خلاص، يبقى انت دلوقتي ايه؟ ما دام ما سمعتش الكلام يبقى كل مهدي ولا مش مهدي؟ الكل مهدي، ولكن انا اتحمل بقى نتيجه. انت بقى تختار تبقى. يعني مثلا انا عايز اجي القاهره مثلا، وبعدين في طريقين او ثلاثه او اربعه، فمانيش عارف الطريق المرصد يعني. فجيه سالت العسكري بتاع المرور، انا عايز اروح القاهره الاسكندريه، يقول لي والله الطريق اهو، ادي مهمته، يبقى اسمه دلني على الطريق. سمعت كلامه ولا ما سمعتش؟ ده موضوع تاني، ده اختياري انا بقى انت كده. تقول له والله ما انت عارف، يظهر انك انت جديد ولا انت مش عارف، يوم يسيبك ولا يسالش عنك. لكن قلت له الكتر خيرك يا شيخ، لو لم تكن لك كنت تعبت تاني. يقول لك ده انت راجل طيب، انا همشي وياك لان في تحويل هنا بعد 2 كيلو، اساعدك. يبقى دي معونه بقى،
لما صدقني بعنته. أيوة الذين اهتدوا بالله زادهم هدى بانه يعينهم ويخفف على قلبهم وتبقى حلوه كويسه حبب الايمان لهم. فضيلة الامام محمد متولي الشعراوي، هناك قضية اخرى وهي قضية الحياة والموت. نعم. وهذه القضية يمكن الكثير وبعض من لهم فكر يعني نقول غير صائب بيقول انا ممكن، والله احنا بنقول الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن انا ممكن اقول الانسان ده احكم عليه بالاعدام، فانا دلوقتي ايه بموته. اذا الاعدام بمن؟ برأيك انت كده بقوت ولا بقوانين؟ بقوانين. مين اللي عمل القوانين؟ ربنا سبحانه وتعالى. بس هو اللي يبقى قضى. نعم. اذا هناك فرق، انا عايز اقول هناك فرق بين الموت وبين القتل. شوف يا سيدي، كلاهما اذهاب الحياة. خلاص؟ لكن الموت هدم للبنية فالروح تطلع. ولكن القتل لما تقتل واحد، كوباية النور دي مثلا انحرقت لكن الكهرباء موجودة. بالظبط. خلاص؟ لما تشيل دي وتحط كهرباء تنور. تمام. الروح لا تسكن الا في بنية سليمة. ما دام الاعضاء الموجودة الاساسية موجودة يبقى في سلام. خلاص؟ فاذا انهدمت هذه الروح تطلع. تمام. يبقى الجسم لم وعمل كده لان الروح طلعت منه. هي الاول. الاول. لكن في الثانية الجسم هو اللي انهدم. هو اللي انهار الاول. انهار الاول. بس والروح ما تسكنش الا في جسم سليم. تمام. الفرق.